حصل يا كابتن، خدنا ازاي نحاول نبارك مباشر غير مباشر، وخدنا الجزء الخاص بالامبريتيف اللي هو الامر كده او المصطلح. النهارده بنراجع على مودال فيربس. لما هو المودال فيربس او الديفكت فيربس معناها الافعال الناقصه. يا اما يطلق عليها مودلز، مودال فيربس يعني، او ساعات كده بنضيف عليها ايه؟ اس بدون فيربس. او الديفكتيف فيربس، ديفكتيف يعني ناقص، يعني افعال ايه ناقصه. سميت افعال ناقصه لان لها تصريفين اثنين بس، شكلين يعني. ويل الشكل الثاني ايه؟ ما فيش شكل ثاني. ويل، وود، كان، كود، شال، شود، مي، مايت. هنا بتسمى افعال ايه ناقصه عشان كده. في عندي اكتر من استخدام لها. لو خدت مثلا الجزء الاول كان، واسطة بواسطة الماضي من كان كود، ملهاش شكل ثالث بقى. طيب الفيوتشر هنا بريزنت باست، فيوتشر هتبقى ويل هاف او ويل بي، ويل بي ايبل تو. يبقى ده الجزء ده بريزنت باست فيوتشر. لما اجي اتكلم على الابيليتي، اول جزء استخدام كان اللي هو ابيليتي، شوينج ابيليتي اللي بنسميها اظهار، اظهار المقدره يعني او القدره. اي بدل ده يعتبر نقول مثلا ده الاستخدام الاول له، شوينج ابيليتي. كان بمعنى يستطيع، كود استطاع، ويل بي ايبل تو. لما اجي افرق بس بين التعبير اللي هو ايبل تو، طبعا ممكن يجي قدامها ويل، او ممكن يجي قدامها فيرب تو بي في صوره المضارع. يعني يقول مثلا ام او از او ار، او يخليها في الماضي تبقى ايه؟ واز او وان. يبقى معنى الكلام ده ان ايبل تو لها دلوقتي ثلاث اشكال. الشكل الاول بريزنت مضارع اول، ام ويز ار ايبل تو، البديل ايه؟ كان مضارع. طيب واز اوير بديل لكل، والمستقبل يبقى ليه ايه بقى؟ شكل واحد ويز ايبل تو. الفرق بس ان كلمه ويل بي ايبل تو او التعبير اللي فيه ايبل تو، ايبل طبعا تو، بيبقى فيه ديفيكالتي الموقف نفسه فيه ايه؟ صعوبة، ويبقى specific situation. بيبقى موقف محدد يعني، يبقى فيه صعوبة وموقف محدد. يعني ده الفرق بين استخدام كان او بي ايبل تو. طيب يبقى ده اول جزء اللي هو showing ability، اظهار المقدرة. My friend can speak three languages. يستطيع صديقي تحدث ثلاث ايه؟ لغات. هنا ممكن اشيل كان واحط مكانها ايه؟ مضارع بقى من اللي فات ده. ناخد بقى is able to. تمشي. طيب لو خدنا جمله بقى على اعتبار ان able to بقى فيها صعوبه شويه. The question was difficult, but I was able to answer it. الامتحان كان يعني السؤال كان صعب، ولكن كان فيه مقدرة عندي إن أنا أحله. طبعا هنا فيها difficulty أيام، وفيها specific situation. خدنا was able to، ماشي؟ طيب ممكن عندنا كود كان مثلا ممكن نستخدمها في الاسئله. كان يو هيلب مي، واكتب جنبها غرضها بقى ريكوست، يعني طلب، او ممكن اقول اسك فور هيلب، طلب مساعده.
في الحاله دي ده الاستخدام الثاني ليه، او يقول مثلا ايه الاستخدام الثاني اللي كان في الاستعمال بتاعك. طيب لو قلت كده it could be a bird but I am not sure. عاوزين نطلع بقى استخدام كلمة ايه دلوقتي؟ could. It could be a bird. هل could معناها استطاع في الماضي ولا لا شكل جديد او معنى جديد؟ بقول it could be a bird. could هنا بتعبر عن probability. الاحتمالين. لما اجي اترجم الجمله دي من المحتمل ان تكون ايه؟ طائر. لو انا مثلا شايف حاجه في السماء كده مش قادر احددها اللي هي ايه؟ اقول it could be a bird. could هنا بقى ممكن نساوي في اللغه مثلا perhaps. خلاص؟ ده معنى ايه؟ ربما. ماشي؟ it could be a bird. طيب برضه من ضمن استخدامات could I can't decide what to buy for mom. اعتبروا ان الاثنين بيتكلموا ده ايه وبي. I can't decide what to buy for mom. يعني ايه المعنى ده؟ decide يعني ايه؟ مش قادر اقرر هشتري ايه للام يعني. فبي بيقترح عليه فبقول له كده يو could buy her a ring. اشتري لها مثلا خاتم. لما يحط لي بقى سواء السنه دي او في ثالث ثانوي خط تحت كلمه ايه؟ could. هل دي ability قدره؟ هل دي probability احتماليه ولا suggestion؟ يعني ايه suggestion بقى؟ دي اقتراح. يبقى دي من ضمن استخدامات كان وكود، يعني ممكن اسك فور هيلب او كده. طيب لو رحنا لاستخدام شود ونفيها شودن، الاستخدام الاول بيقرا انفينيتيف فعل فيه المصدر، يبقى دي ادفايس نصيحه. لو خدنا مثال عليها كده يو شود make use of your time. مثال تاني you shouldn't waste your time. الجمل البسيطة كده عشان المعنى واضح. يعني هنا استخدمنا should المصدر وهنا شودن والمصدر، الاثنين دول ايه؟ ادفايس. طبعا مع كلمة شود بيجي وراها حاجة لايك يا بوي، محببة، ماشي؟ أو حاجة على الأقل أجريد، أجريد يعني متفق عليه، محدش فاكر عليه. عليك أن تستغل ايه؟ وقتك أو تستفيد منه، ميك يوز أوف يعني بينفت يعني. يو شودنت ويست يور تايم بتبقى فيه حاجة هيت هيت فول يعني ايه؟ مكروه يعني، ده معنى ايجابي ده معنى ايه؟ سلبي. مع شود وايه؟ شودنت. طيب لو شود وشودنت جت بشكل تاني شود شودنت بلس هاف بلس بلس بارتيسيبل. في الحاله دي بقى دلوقتي طلعنا عن النصيحه بقى، يبقى مع شود وايه؟ وشودنت هتبقى بليم لوم او ريجريت ندم، ماشي؟ لما اخد شود وتصريف تالت، لو خدت شود ها وتصريف تالت يبقى الفعل ما تمش، لو خدت شودنت تبقى الفعل تم وهيبان في الجمل دي. يو شود هاف فيزيتد your friend علي in hospital last week. نبص كده في التعبير ده، في هنا ايه؟ should وراها هاف وتصريف ايه؟ تالت. لما اجي اترجمها بقى
يجب ان تزور ولا كان يجب؟ كان يجب ان تزور، بس الزياره ده ما تمتش. يبقى لما اخد شهود وهاب وتصريف ايه؟ ثالث فعل ده ما تمش. يعني لما اجي بقى اقولها باللغه العاديه اي بليم يو، يعني اي بليم يو انا بلومك فور فيزيتنج ولا نوت فيزيتنج؟ لزيارتك ولا عدم زيارتك؟ عدم زيارتك. طيب هنا بقى طبعا واضح جدا ان ده دلوقتي ماضي، فخد هنا بقول يو شود هاف فيزيتد يور فريند علي ان هوسبيتال. لو خدنا مثال ثاني على شودنت، يو شودنت هاف انسلتد يور فريند ذا اذر داي. طبعا احنا واخدين قبل كده ذا اذر داي يعني دي من علامات الماضي، ده قدر ده يعني اليوم ايه الصالح. فهنا برضو نفس الفكره، شودنت مع ايه؟ هاف وتصريف ايه؟ تالت. انسلت يعني يهين، ما كان يجب ان تهين، يهين او يشتم يعني، ما كان يجب عليك اهانه صديقك اليوم ايه الصالح. يبقى لما الاقي شودنت منفيه وراها ايه؟ هاف وتصريف تالت، الفعل ده هو ايه؟ تم. امال مع شهود الفعل ايه؟ تم. يبقى هنا في الجمله دي لما اقولها بقى بلغه بليم مثلا، اي بليم يو، انا بلومك فور انسلتنج يور فريند، يبقى هنا انسلت الاهانه حدثت يعني. ممكن الشخص لو بيتكلم عن نفسه بقى يبقى بنسميها ايه بقى؟ ريجريت. ماشي؟ لو واحد يقول كده اي شود هاف ستادد ويل يسترداي، المفروض كنت ذاكرت كويس، يبقى اي ايه؟ اي ريجريت يعني ايه؟ بندم او اي بليم ايه؟ ماي سيلف. طيب البديل بتاع شود وشود انت في الحاله اللي فاتت دي ان باخد اوت تو، ماشي؟ او اوت انت تو، نفس الفكره. لو خدت وراهم انفينيتيف دول بديل شود يبقى ده ادفايس، نصيحه. لو انا جيت كده واخدت وراهم هاب والتصريف الثالث يبقى ده برضه نفس الفكره اللي فاتت، بليم او ريجريت. يعني معنى الكلام ده ان النصيحه ممكن اقول بيها شود البديل اوت تو، النصيحه شود البديل اوت تو. طب بليم او ريجريت اخد اوت تو وراها ايه؟ هاف والتصريف ايه؟ تاني. نشوف الامثال اللي موجوده هنا برضو. بقول كود بتساوي واز اور ايبل تو اي كود ريد اند رايت باي ذا تايم اي واز 6 ييرز اولد. بقول لك انا كنت قدرت اقرا واكتب كده في الوقت ده او في السن ده. شي كود بلاي ذا فايلون وين شي واز 10. بلاي هنا معناها يعزف. طيب بقول was aware able to بتساوي manage، استطاعت فعل شيء في ايه؟ موقف معين بعد مجهود. طبعا manage هنا بمعنى ينجح فيه بس بصعوبه يعني. يعني في فرق بين manage وsucceed. The question was difficult but I was able to answer it. نفس الجمله اللي قلناها. Thanks to his help بفضل مساعدته I was able to carry the heavy box. يبقى جبت السؤال وشيل الصندوق التقيل ده، ده specific situation. موقف ايه؟ معين وكان فيه effort. مجهود يعني السؤال كان صعب بس قدرت، يبقى في محاوله، في يعني شغل فيه. ونفس الكلام ده هيبي بوكس. كودنت والمصدر بقى اي كودنت انسر اول ذا كويستشنز، ذا اكزام واز ديفيكالت، ما قدرتش يعني. او اي وازنت ايبل تو جيت ذا اكزاكت انفورميشن اباوت ذا بروجيكت، عدم استطاعت فعل شيء في الماضي. طيب ممكن كودنت، هي كودنت سموك اون ذا مترو از سموكينج واز نوت الاو، لم يستطع التدخين لان التدخين ده اجينست ذا لو، يعني بقول هنا كل انت ممكن معناه خلاص اجينست ذا لو. طيب احنا خدنا في الاول كده كان وكود، ممكن برضه كان وكود او كود يعني يلاقيها هاب والتصريف الثاني. كود هاب والتصريف الثاني، يعني زي ما احنا كنا بنقول دلوقتي ان شود ممكن يجراها مصدر،
شغل مصدر يبقى يعني شغلها ايه وظيفتها؟ ادفايس. وشغل انت ادفايس، طب شغل هاب وتصير تالت، طب شغل انت هاب كلمه او رجلين. كود بقى ممكن يبقى استطاع، ممكن يبقى اقتراح، ممكن يبقى بروبابيلتي يعني ايه احتماليه. كود هنا زي شود، ضفت لها الوقت وتصريف ايه؟ انذر مينينج يعني ايه؟ معنى اخر. دي بتعبر على باست بوسيبيليتي، امكانيه في الماضي. معناها بالعربي كده كان باستطاعه الشخص فعل الشيء ولكنه لم يفعله. يعني التصريف او الفعل في التصريف ايه؟ التالت ما تمش، مع ان الشخص ده اللي هنبدا بيه اول الجمله كان ممكن اعمله. زي الجمله اللي اتكتبت كده مثلا، I could have watched the match last night but I studied my lesson. في عندي في الجمله دي فعلين، نراهم كده. الجمله تاني فين الفعلين في الجمله؟ مش عاوزين تتكلموا؟ واتش ستار، ماشي. دول الفعلين الموجودين في الجمله. ايه اللي تم فيهم؟ الفعل ده عامل الفعلين دول ولا واحد منهم؟ يبقى هو اللي بقى ستار. بس كان ممكن ايه؟ كان ممكن شاهد، يعني معنى الجملة كده كان بوسع، كان باستطاعتي. شهادة المباراة الليالي الماضية ولكنني يعني ركبت دروس. يبقى أنا كود وهاب وتصريف ثالث بنسميها في اللغة باص بروبابيلتي، يعني احتمالية فين؟ في الماضي ولم تتم. I could have watched the match last night but I studied my lessons. طيب ممكن كود بقى ننفيها، ممكن اخد كان او كودن هاف والتصريف الثالث ده بتعبر عن حاجه بنسميها ديدكشن اللي هي استنتاج. الاستنتاج ده انضباط في الماضي، معناها من المحتمل اللي هي كود. وساعات بتيجي كانت بمعنى مستحيل. لو خدنا مثالها كده، يو كان هاف سين علا ات ذا بارتي، هنا معناها استحاله بقى. واجيب دليل بقى، شي از ستيل ابرود. هنا كان وراها ايه؟ هاف وتصريف ايه؟ تالت، معناها من المستحيل. You can't have seen علا at the party, she is still abroad. ايه اللي احنا فاهمينه؟ مستحيل تكون شفت علا فين؟ في الحفل. ايه الدليل بقى؟ she is still ايه abroad. يبقى مع الاستحاله دي اللي هي can't have وتصريف ايه؟ تالت، بناخد ايه بقى؟ بناخد الجزء ده هو ومعناها it's impossible. الجزء بقى الخاص بديدكشن الاستنتاج، كنا بناخد بقى الشرح بتاعه كده، ماست وكانت وماي وماي وكون. نراجع كده عليهم بقى كده. انا باخد الوقت الاجزاء دي استنتاج، مش معناها يجب. لما اخد ماست وطبعا انفينيتيف فعل فين؟ في المصدر هنا في المضارع طبعا. must can't may might. لو خدت must الفعل في المصدر مش معناها يجب بقى هنا، معناها مؤكد. يبقى دي معناها مؤكد وبيجي وراها دليل. نفس الكلام can't، لا يمكن بس او مستحيل، بس لو جه وراها دي يبقى مضارع.
ميومايت وكود والمصدر معناها من المحتمل. لما اقول كده هي ماست بي اتورست انتبه كده بقى المؤكد النساء ماشي واجيب في الجمله دليل. طب هي كانت بي اتورست مستحيل يبقى ماست بي غير كانت بي كان دي نفي يعني في الحته اللي مش فيها مصدر. هي ماست بي ريتش كده انه غني مثلا هي اسجوت ا مودرن كار. هي كانت بي بور نفس الفكره. لو انا بقى في عدم تاكد اخد ايه؟ مي ومايت وكود ده الكلام ده في البريزنت في المضارع. لو حابب احطهم في الماضي ازود لهم كلهم بقى كده هاف والتصريف الثالث بنفس المينينج اللي هو الايه؟ المعنى. بقول هي ونت سكول اون فوت ده اللي حصل راح المدرسه سيرا الاقدام بطل يكون هاف جون باي باص كان ممكن راح بالاتوبيس. I haven't seen him for two weeks. He could have traveled. كل هنا بقى والتصريف الثالث ده البروبابيلتي يعني ايه؟ احتماليه. ناخد كود بول اتس بوسبل ذات هي بوت ا كار. هي كود او مايت هاف بوت ا كار ربما يعني ات واز بوسبل فور هيم. طبعا اتس مضارع وات واز ماضي دي معناها الاحتماليه. هي كود باي ا نيو كار. كان من الممكن او المستطاع له ان يشتري في انه كان قد اشترى مستخدم لو اشترى نقول هي كود باي ا نيو كار. He could have bought a new car, but he preferred to complete building the house next to it. You couldn't have seen Dina today. استحالة تكون شفت دينا النهاردة. She is in Germany at the moment. دي بنسميها في اللغة إيه بقى؟ بقول لك شيء لم يكن إيه؟ محتملاً إيه؟ الحدوث اللي إحنا بنسميها في اللغة deduction اللي هو إيه؟ استنتاج وجايب لنا دليل. بقول You couldn't have seen Dina today. مستحيل تكون شفتها النهاردة. She is in Germany at the moment. We got fantastic support. We couldn't have asked for more. نشوف أول جملة كده. I can't play football now, but I when I was younger. أو نتكلم على القدرة دلوقتي والماضي. ناخد إيه؟ Could have ولا could؟ Could. يبقى معنى الجملة I can't play football now. أنا لا أستطيع لعب كرة القدم الآن but I could when I was young. طبعا ما ينفعش آخد could إيه؟ إلا تصريف إيه؟ ثالث أو لو كانت هاف هنا بمعنى ثاني. The caviar isn't working. بيقول لك قلة التصوير دي ما بتشتغلش. You the ink in a wrong way. حط دايرة مع رقم اثنين دي. خلي بالك جملة مضارع في الأول والنص الثاني أسأل نفسي دلوقتي المفروض يكون مضارع أو ماضي. هنا بقول the caviar isn't working. يعني ايه كابيور يا ثانية ثانوي؟ قالت التصوير. طيب الجملة الثانية بقول يو ذا انك ان ا رونج واي، انك اللي هو الحبر. الطبعة ما بتشتغلش، قالت التصوير ما بتشتغلش. ناخد ايه بقى؟ طب اخدها مضارع ولا ماضي؟ هو الحبر اتحط ولا ما اتحطش؟ فانا بقى بستنتج كده، احتمالية ان اكون حطيت الحبر ده في المكان ايه؟ الخطأ. هنا بقول شود هاف تشينج ات؟ كول ات تشينج؟ couldn't have changed ولا could have changed؟ could have changed. يعني ربما انت غيرت الحبر كده in a wrong way بطريقه ايه بقى؟ خطا ده اللي خلاها السبب انها يعني تقف يعني. يبقى the caviar isn't working you could have changed. ده الجزء الثاني ده هو تغيير الحبر in the past في الماضي فما اخدش could وهي مش بليم او wrong او regret ونفس الكلام كول انت هاف يبقى يكون هاف تشينج. لما اقول بقى في اللغه يعني ايه كول هاف تشينج انا متاكد هنا ولا ربما؟ يعني ات واز بوسيبل ات واز ايه؟ ما فيش فيها سيرتينيتي يعني ايه؟ تاكد زي كان كود يبقى ات واز بوسيبل ذات يو تشينج ذا انك ان ذا رونج واي. هي ات ورك يسترداي مضارع مضى اهو. اي لوكد فور هيم ان اول بيلدينجز. انا بصيت عليه انا دورت عليه في كل المباني. طيب وفي الاخر في كلمه الوقت انا بستبعد دلوقتي كود بي عشان بس اشوف الجمله صح. شود انت هاف بين يعني ايه شود هاف بوتصف تالت ده بقى ده بليم وايه وريجريت مستبعده. طيب كانت هاف بين كود انت هاف بين ولا كود هاف بين كود انت هاف بين. طب هل دي بقى
زي استخدام اللي فوق دي. رقم 2 كانت ايه؟ possibility in the past، يعني ايه؟ امكانية في الماضي. انت ممكن تكون غيرت الحبر بالطريقة الخاطئة، دي امكانية فين؟ في الماضي. طب دي بقى هو 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 استحالة يكون في الشغل امبارح انا دورت عليه في كل المباني. دي بقى deduction، يعني deduction استنتاج. لا دي بقى رقم 2 it was possible، دي it was impossible، يعني ايه؟ مستحيل. It was impossible for him to be at work yesterday. Four. I was so sick yesterday that I get out of my bed. بنتكلم على الماضي. يعني yesterday ايه ماضي. استبعد كان ها وكود وشودن، لان مفيش هنا يبقى ناخد ايه بقى؟ كودن. خلاص؟ طبعا كود انا استبعدت كود بس عشان المعنى. يبقى that I couldn't get off my bed. جلال was lucky he hurt himself when he fell but he was okay. جلال ده كان محظوظ، كان ممكن جرح نفسه لما وقع ولكن هو على ما يراه. ناخد ايه بقى؟ انا مش عاوز كود ماشي؟ ناخد كود هاف ولا شود هاف؟ كود هاف ماشي؟ دي برضه it was possible، كان ممكن for him. خدنا الوقت دي شوت شولنت والمصدر تعبر عن ايه؟ شوت شولنت والمصدر ادفايس والبديل بتاعها اوتو، والبديل ايه؟ اوتو مثلا، او نقول مثلا اوتن ماشي؟ لا دورة في الكورس اهو، لا دورة مش شايفها سبورت في الكورس ماشي. يبقى لما استخدم ادفايس نصيحة عندي أربع كلمات هما شوت شولنت والمصدر أو اوت اوتن ماشي؟ طيب لو خدت بعد شود وشود انتهى بالتصريف الثالث بليم يعني ايه بليم؟ لو ما وقعت هنا برضه بقول شود هاف بتساوي اوت تو هاف تصريف ثاني. شيء لم يتم فين؟ في الماضي وكان واجب ايه؟ فعله. هنا بقول هي شود هاف ستاديد هاردر تو بار ذا اكزام، المفروض كان ذاكر بشكل جدي اكتر. يبقى المذاكره هنا ما تمتش ليصطدم. I should have saved enough money for our holiday. كنت المفروض احوش عن فلوس للاجازه. يبقى سيف هنا للادخار ده ما تمش. I ought to have stopped my son from wasting his time. كنت المفروض منعت الولد من تضييع وقته. يبقى المنع ده ايه؟ ما تمش. يبقى ده في اللغه زي ما قلت كده بليم او regret اللي هو ايه؟ ندم. لو خدتها بقى في النفي، انا عندي اثبات ولا نفي ده؟ اللي فوق ده كان ايه يا فندم؟ اللي تحت نفي، في شورنت وفي ايه؟ اوتن. شيء تم ده كان ايه بقى؟ ده ايه بقى؟ تم، مع ان في شورنت. تم وما كانش واجب فعله. هي شورنت هاف ويست هيز تايم. المفروض ما كانش ضيع وقته. هي سوري ناو. هو نادم الوقت. اي شورنت هاف بانيش هيم. ات وازنت ا سيريس ميستيك. المفروض ما كنتش عاقبه، ما كانش يعني خطا جسيم يعني. I oughtn't to have exceeded the speed limit. I was fine. سؤالي بقى الثلاث افعال دول wasted punished exceeded دول ايه بقى؟ تم والمفروض ما كانوش اتعملوا. يعني معنى الجمله دي كان ها من المفترض الا اضيع ايه؟ وقت. يبقى التضييع ده ايه بقى؟ تم. I shouldn't have punished him. المفروض ما كنتش والعقاب تم. لان بقول ات وزنت اسيريس ستيت، ما كانش خطا ايه؟ كبير او جسيم. طب الثالثه اي اوتنت تو هاف اكسيدد ذا سبيد ليميت، ما كان يجب علي ان اتجاوز. كلمه اكسيد بالعربي بتبقى كده اهو، يتجاوز السرعه المحدده. ما كان يجب علي اتجاوز السرعه المحدده. اي واز فاين. خمنوا عليه كده اي واز فاين. تم تغريمي، لان كلمه فاين يعني ايه؟ غرامة. هنا بمعنى فعل يعني غرامة. يبقى الفعل هنا تم. يبقى في الحالتين سواء ادفايس او البلان شوت شولن ايه البديل بتاعها؟ او. بس خلي بالنا اوت لازم تاخد ايه بقى؟ تو ماشي؟ يبقى الهدف من الشرح في الكتاب ده او احنا قلناها ايه؟ اذر يوسف استخدامات اخرى فور مودلز افعال نصب، استخدامات اخرى افعال نصب، ده الهدف من الدرس يعني.
بقول لك there were so many people in the house. كان في ناس كتير جدا في المنزل. His father before inviting all his friends. هو الوقت غرار ولا دروار؟ دروار يبقى ده الوقت. كان هناك ناس كتير جدا في المنزل. His father before inviting all his friends. ده ايه الوقت دي؟ سؤال. مش كده؟ He should have asked. طيب ينفع should he ask? He should ask ده ايه الوقت؟ لا الاثنين رومان الاثنين ده هما سواء سؤال او ايه دول المضارع وده ايه بقى؟ انا عاوز لما استخدم شوت في الماضي هتبقى شوت المصدر ولا شوت الهاب؟ انا بستبعد دول عشان اركز في دول. طيب هو المفترض كان سال والده بس اجيبها على شكل ايه؟ ناخد نمبر بي شود هي هاف اسكيد كان يجب عليه استئذان والده مثلا قبل دعوه كل اصدقائه. يبقى الاستئذان ده ما تمش مع ان الجمله شكلها اثباتها. ايه السؤال؟ از دي مضارع. ايه السؤال؟ اي ثينك ذي ا دكتور ايرليير. دي مضارع هو يعني مريض جدا. اي ثينك ذي ا دكتور ايرليير طبعا كونسلت هنا في الاربعه يعني ايه كونسلت؟ يستشير. هو مريض جدا المفروض كان استشاره الطبيب ايرليير يعني ايه؟ ما هو كده ما كانش سابوه الفترة دي لأن المرض بتاعه أصبح ورث يعني أسوأ يعني شكل الجملة مضارع بس اللي بتكلم عليه إيه بقى؟ ماضي المفروض كان استشاره الطبيب فين؟ في الماضي يبقى شودن ولا شود؟ شود هاف كونسلتد يعني الاستشارة دي إيه بقى؟ ما تمتش والمفروض كانت تتم. معنى الجملة كده هو مريض جدا I think they should have consulted a doctor earlier. أنا أعتقد إنه كان المفروض استشاروا الطبيب بشكل مبكر شوية. I علي during his sleeping hours but I forgot. Forgot نسيت يعني. نسيت يعني أنا اتصلت له ما اتصلتش هنا بقى. الله يعافيك عشان نشوفها شوية. بقول هنا اي علي during his sleeping hours but I forgot shouldn't have could have couldn't ولا should have بس لحقت كلمة but I am forgot يعني اتصلت ولا ما اتصلتش بقى؟ خلي يعني ايه sleeping hours؟ ساعات نوم هو المفروض ساعات النوم يحصل اتصال انا عارف ان انا من 2 ل 4 ماشي ده يعني ايه؟ sleeping hours يعني ساعات النوم عشان هو الاتصال هنا ما كانش واجب ما كانش مفروض يبقى تم ولا ما تمش؟ تم يبقى ناخد shouldn't have called معناها بالعربي بقى ما كان ينبغي علي الاتصال بعلي اثناء ساعات ايه؟ نوم بس نسيت انه نايم اي فورجوت هنا مش معناها نسيت اتصل ده نسيت انه ايه؟ نايم يبقى اي shouldn't have called علي during يبقى الاتصال هنا تم والمفروض ما كانش تم. You should have been nicer to اسماء المفروض تكون ألطف شوية. ده مضى. She was furious كانت غاضبة جدا. دي بقى اللي ممكن يجي لنا في تانية وتالتة لغاية دلوقتي ولا حاجات نظرية. ده نوعه إيه بقى؟ بليم. يعني إيه بليم؟ أنا بلومك يعني مش شخص ما بتكلمش عن نفسي، ده واحد تاني اللي بيكلمه. لأنه بيقول له يو. يبقى ده مش معناها ريجريت ده إيه بقى؟ بليم. طيب. I wasted the time doing nothing at the club. أنا ضيعت الوقت كله ما عملتش أي حاجة في النادي. I awoke to read. وستد هنا ده مضى اهو. المفروض كنت اخد كتاب معايا. شوت برينج ده مضارع. اوت تو برينج مضارع. ده الشغل المفروض الاسئله تتحل بالشكل ده اللي في الكتاب. شيلنت هاف بروت ولا اوت تو هاف بروت؟ اه لان جلب او احضار الكتاب ايه؟ ما تمش. يبقى اوت تو هاف بروت. اي فعل نصب اللي خدناه دلوقتي كده كان مثلا او كود او شود مثلا ممكن حتى مي ماي كود لو عاوز الفعل الناقص دون يتحط في المجهول
كان كود شوت او ماي ومايت وايه وكود اضيف له بيه والتصريف التالي. حتى لو زودت مثلا ويل او وود نفس الفكره يعني ممكن احط انا برضه ويل وود ماشي يبقى كان واشكالها ونفس الكلام شوت بناخد هنا بي والتصريف ايه التالي عشان احطها في المجهول. طيب لو كان وراها الشكل الثاني بقى اخد مثلا كود او شود او اوت واخد وراها هذا انا عاوز احط التركيبه دي دلوقتي في المجهول. لو التركيبه بالشكل دي اخد بي وتصريف ايه ثالث اللي هو الشكل الاول. الشكل الثاني بتاع هذا بقى ما ينفعش بي اخد ايه بقى بين وبعدين التصريف الثاني. يعني عشان بس ناخد الاسئله كده وما نتاخرش فيها. الشكل الاول كان وجاي وراها مصدر عاوزها مجهول احط لها بيه. التصريف التالت في المصدر. الشكل الثاني اخد الموديل وراها ايه؟ هاف لازم ازود ايه بقى؟ بين يبقى دايما هاف مجهولها بين. امال لو الفعل نفسه مجهوله بي. ده الفرق بين الاثنين يعني. هنا بقول ذا بيراميدز كود بي فيستد تومورو وي ارنت شور يعني الاهرامات ممكن تزار غدا يبقى ده بروبابيلتي احتماليه. ذا بيلز شود هاف بين بيت تو ويكس اجو. ايه اللي انتوا فاهمينه بالجمله دي؟ بيلز يعني بيلز بالاي ولا بالاي؟ بالاي جرس بالاي فاتوره بالفاتوره ربنا فاين قبل كده بالفاتوره يعني الفواتير المفروض كانت اتدفعت يجب ان تدفع منذ ايه؟ اسبوعين. نشوف بقى الأسئلة عندنا في الكتاب فيها. She a new phone but she didn't. حط خط تحت but she didn't. باتش دي انت هنا مضارع ولا ماضي؟ ماضي. نبني على الحته دي بقى، نبني على الماضي، استبعد كود مش كده؟ دي غلط خالص. هاف تو باي ابتدى تشتري؟ ابتدى تشتري وما اشتريتش؟ تمشي؟ طيب كود هاف بوت ولا شور انت هاف بوت؟ شور هاف بوت. شور انت هنا برضه معناها اشترى لو خدتها. هنقولها تاني عشان الناس لسه نايمه برضه. شي ا نيو فون بات شي ديدنت. لم تفعل. عاوز اقول بالعربي كده كان كان بوسعها كانت تقدر تشتري ايه؟ موبايل جديد ولكن ما اشتريتش. يبقى كان ممكن ان يفعل الشيء ولكنه ايه؟ لم يفعله اخد كود هاف وتصرف كان. يبقى شي كود هاف بوت ا نيو فون. قلنا واحنا بنشتغل على السبوره كده دي بتعبر عن ايه بقى؟ بتعبر عن ايه؟ انا عاوز عنوانها عنوانها مش كده؟ بليم ريجريت باست بوسيبيليتي امكانيه في الماضي. امكانيه فين؟ في الماضي. طيب سامح اند كريم بلايد اماتش يسترداي لعبوا. كريم بلايد ويل بات سامح بيت هيم بات يعني ولكن هما اللي تلعبوا مباراه ضد بعض يعني. طبعا دي مضارع ولا ماضي؟ ماضي. استبعد كان مش كده؟ طيب بيقول لك كريم لعب كويس ولكن سامح بيت هام. مين فاكر بيت؟ قدر يهزمه يعني. يبقى ده كان موقف معاه اهو وكان فيه صعوبه لان كريم كان لعيب يعني او لعيب كويس في الجيم ده. ناخد ايه بقى؟ مانج تو. خلاص؟ مانج تو. نكتب فوقها بقى بتساوي ايه في اللي انا شرحته على السبوره؟ نكتب فوقها بتساوي واز ايبل تو. نفس المعنى واز ايبل تو. My friend was absent yesterday. نبني على ماضي اهو بقى. He ill but I am not sure. هو ممكن يكون مريض بس مش متاكد. ناخد ايه بقى؟ Could have been. من المحتمل. Could have been.
هنا بقى كود ممكن احطها مكانها ايه بقى صح برضه بنفس المعنى. واقول لك في الاخر اجابه صراحه اي ام نوت شور يعني ايه. يبقى ده استنتاج استنتاج بس مش مفيش فيه تاكد. طب عندي كود نطلع انا سامين بقى مي وماي البديل بتاع مي وماي تمشي مكانها هنا. The doctor need to drink plenty of water. الطبيب suggested me, begged me, told me, wanted me. Yes. يبقى told me to drink. طبعا الأخيرة warning يعني الضرر ما يجيش بعدها يجيش بعدها الشكل ده. يبقى ممكن بقى told بقى البديل بتاعها ايه؟ advised. ما ينفعش said me. ينفع said me؟ advised me ماشي. told me. asked me. ordered me. كل ده صح ماشي. طب الطبيب كان بيقول لي بقى كان بيقول لي مباشر كان بيقول لي درينك بلنت اوف ووتر مباشر كده. ده بقى اللي هو السؤال الدايركت يعني ايه مباشر. الطبيب هو بيكلمك بيقول لي درينك اوف ووتر انا بنقل كلام الطبيب ده غير مباشر. يعني الجزء اللي شرحناه الحصه اللي فاتت يجي لنا سؤال على فعل الكول زي ده فعل الكول اخد سيدو او ايه اشكالها يعني يقول لي اسالك على الكونكتور يعني الرابط الامر منزل بتو والمنفي والنوت تو ولا ما قلناش. طيب وبعد كده يجي لنا تغيير ضمائر او ازمنه او ظروف تغيير زمن او ظرف. هنا طبعا بيسالنا في فعل الكول اي didn't see عمر at the party last night didn't he early ما شفتوش امبارح could have left ده احتماليه برضه ممكن يكون مشى بدري could have left. You didn't pass the exam. برضو ماضي. You harder, but you wasted so much time. هو ذاكر ولا ما ذاكرش؟ بقول لك انت ما انت ما لم تجتاز الامتحان. كنت ممكن ذاكرت باكثر جديه ولكن ضيعت وقت كتير. Must have studied لا. Must have studied استنتاج. Could have studied اللي هي نمبر ايه بقى؟ B. كان ممكن تذاكر بس انت ضيعت وقت. دي باست بصمتي برضه. هو المذاكره الجديه تمت ولا ما تمتش؟ يبقى استبعد الاولى واستبعد نمبر سي عشان دي مضارع مش كده؟ وماست هاف دي معناها مؤكد انت ذاكرت بس انت في الماضي فناخد بقى كل هاف ستادي. She warned her daughter وحذرتها near the campfire because it was dangerous. To go؟ ولا not to go؟ not to go حذرتها يبقى ده غير مباشر. يا اما اخد تو المصدر يا اما اخد نوت تو. طبعا بستبعد جوين بستبعد ذات عشان دي مش جمله خبريه بستبعد تو عشان المعنى. طب الام كانت بتقول البنت ايه بقى؟ يعني جو نير ده كان بفار اقتربي من المدفاه دي ولا دونت جو؟ هو الامر يا اما مثبت يا اما منفي مثبت باخد فعل في المصدر منفي اخد دونت فكانت اصلها دونت جو يا نوت تو جو. ماي فاذرز كيز ار اون ذا تيبل يقول لك مفاتيح والدي على الترابيزه. He to work by car couldn't have gone. طب معنى الجمله ايه بقى؟ مفاتيح السياره على الترابيزه يبقى استحاله انه يكون راح الشغل السياره والدليل لازم دليل هنا. طب سؤال انا بقى couldn't have gone الفعل الناصري ايه؟ couldn't ممكن يستبدل بايه؟ can't يستبدل بايه؟ بكام ماشي كانت هاف جول. يعني معنى الجمله دي كده اي ام شور ماي فادر didn't go to work by car ولازم في دليل يجي في الجمله. هي اباوت ذا بارتي فروم مي اي هافنت تولد اني وان يت انا ما قلتش لاي حد اصلا يبقى كنت هاف نون مستحيل ان يكون عرف عن الحفله مني لان ما قلتش لحد تاني يبقى اي كنت هاف نون. هي واز ثيرستي ديورنج ذا تريب كان عطشان كده هي مور ووتر. طب الجمله بدأت بهي واز ولا هي اس؟ هي واز ابني عليها ايه الوقت؟ ماضي استبعد اي وسي ليه عشان المعنى اخد بقى شود ولا شودن؟ شود هاف نمبر بي اوعى حد ينسى كده ان شود هاف ان الفعل تم ولا ما تمش؟ ما تمش عندي الجمله تتلم كده. احمد ذا فادر ادفايس ده نصحه ذا فرونت دور ات نايت تو لوك نصحه ان يغلق يعني كان احمد والد احمد ده كان بيقول له لوك ذا دور او ذا فرونت دور ات نايت
earlier to catch the train I will take the next one. انا اخد بقى القطار الثاني. يبقى القطار الاول ايه؟ فاتو. ought to have left. نمبر سي. طب نترجمها كده عشان ما يردوش علينا. كان من المفترض ان اغادر مبكرا للحاق بالقطار. انا كده هاخد القطار من هو. ايه اللي احنا فهمناه بقى؟ هي ميزد ذا فيرست ترين. يعني ايه ميزد؟ فاتوا القطار الاول هاخد الثاني اللي وراه. خلاص؟ طيب ought to have البديل should have. ماشي should have هنا بتساوي ايه؟ ought to have. طب لما اقول بقى اللغه دي الجمله دي المفروض كنت رحت بدري شويه. دي سجيشن راح ولا ريجريت؟ ريجريت او بليت؟ الاثنين صح. I didn't want to delay اسامه. delay يعني يؤخر. لسه في واحده لسه في واحده. I divide in the middle of the street. It was wrong of me to do that. كان خطا مني ان اسيب الدرايه كده في نص الشارع يعني. هو سابها ولا ما سابهاش؟ سابها. سابها. الفعل ايه؟ ابني على شولن وهاب تصريف تالت. نمبر دي شولن هاف ريدن. يعني المفروض ما كانش ساق كده في النص يعني. I didn't want to delay اسامه. delay يعني يؤجل وكنتش عاوز اخره يعني. So I asked him. طلبت منه. Not to wait for me if I was late. ولا to wait for me if I am late. ولا to wait for me if I was late. ولا not to wait for me if I am late. على فكرة بختبركم هنا في أكثر من حال. يعني ما كنتش عاوز أأخر أسامة فلذلك أنا قلت له. طيب هنا بقى قبل ما نحل لا نقول اللي قاله الشخص ده لأسامة في التليفون مثلا. طب شو عصبان انت دلوقتي من اللي هو الوقت اصلها ايه؟ دونت للمباشر وين فور مي اف اي ام ليه. انا بقول له اسامه تكون كده لا تنتظرني لو انا تاخرت. ده كان مضارع اهو مضارع مش كده؟ انا هحوله ايه بقى؟ لماضي. يبقى المفروض اربط بايه بقى؟ نوت تو مكان دون فور مي ها واز هتكون ايه عندنا بقى؟ نمبر ايه نوت تو ويت فور مي اف اي واز. لو انتوا ركزتوا كده هو جايب لكم ام لازم تغير لايه؟ لواز. يبقى دلوقتي لما نيجي نلخص كده في جمله اللي الشرح حصل اللي فات الاوامر او الادفايس يعني النصيحه او النهي او كده المفروض ده بالقائل فعله كل بيكون مناسب يعني تبدو ايه واشكال ماشي الرابط لما اجي اربط يا اخوانا اللي انا قلته الحصه اللي فاتت مباشر وغير مباشر اربط بايه؟ بذات يعني دي مربوطه بذات دي احنا بنيجي نوقف الحصه ونبص لوحده كده نكشر لها شويه بتزعل نيجي نسال بقى في اللي تقال الحصه اللي فاتت ولا كاني قلت اي حاجه انا عندي نوعين من الربط ايه مربوط بتو ونوت تو ايه ما اتقالتش ده يا اخوانا؟ ما تردوا عليا اتقالت ولا لا؟ رقم كام يا اخوانا اللي هاخدها؟ You would have bought if you had been late at 1 o'clock but it's gone now and it's too late. Could have والتصريف الثاني. Fatma phoned me before going out it was desirable. اكتبوا كلمة desirable من المرغوب فيه كان مرغوب فيه. Should have. المفروض كده تتصف عليا يعني. I was sitting at the back of the theater and very well couldn't. ده يعتبر قدرة في المرض. Couldn't hear. My brother at Cambridge University but he decided to study in Egypt. هو قرر الدراسة فين؟ في مصر بس كان ممكن درس فين؟ في كامبريدج. ناخد would have gone number C. You yourself yesterday, it was the right thing to do, but you didn't do it. Ought to have behaved, number D. Behave yourself, يعني كان مؤدب في تصرفه يعني. The tour guide warned, يعني حذر كده, the tourists into the desert on their own. Warned يعني ايه؟ ناخد not to go.
We meet when we went to the market. It was possible. كان ممكن. But we prefer to buy fish. Could have bought. Number B. كان ممكن اشترينا لحوم ولكن اشترينا اسماك. I should have obeyed my mother. المفروض كنت اطيعها يعني. بين بقى رجلين. Should have said that. The old man gave us positive advice. ادانا نصيحه ايجابيه. He asked hobbies in our free time. طب رقم 23 دي بتختبرنا في ايه وايه؟ الاولى. فعل الكول والرابع. فعل الكول بيكون انا بقول told وايه؟ واشكالها ممكن تكون advice, encourage, warn. وبربط بتقول المصدر وبربط نقطه لو كانت دوم. ناخد ايه بقى؟ نمبر ايه؟ encouraged us to practice. حد didn't go to school yesterday ما راحش المدرسه بالامس. He could have been. نمبر دي ليه ما خدتش مصدر بين؟ ليه ما قلتش مؤكد انه مريض؟ بيقول هو نوز. هو نوز يعني ايه؟ من يعرف يعني مين عالم؟ يعني هنا ما فيش فيها يعني تأكد زي كلمه ايم نوت شور اللي عندكم هو نوز. The Japanese played well but the Egyptian team we are all very proud of Egyptian team was able to win. نمبر سي He to bed earlier last night. He is really sleepy. الوقت يعني يشرب بالنعاس and tired today. Should have gone number B. المفروض كان نام بدري يعني. Teachers often instruct their students. Instruct يعني بيدي أوامر. بيدي تعليمات. ناخد إيه بقى the best use. Not to ولا to. To make. Number C. Make the best use يعني يستغل أقصى استغلال. منا in the club last night she was busy working in her office couldn't have been استحاله تكون في النادي لان جت مشغوله بالعمل في المكتب the situation was bad الموقف كان صعب but it worse was ولا is في الجمله سيبنا عليها بقى استبعد could be could have been يعني الموقف كان سيء بس كان ممكن يكون اسوء بس هو اكتفى بالسيء يعني. I shouldn't have delayed parked my car here. ناخد ايه بقى؟ regret. He said that his first reaction رد الفعل الاول was shock يعني كان صدمه. The word reaction قريبه من ايه؟ response reaction بالعربي يعني رد فعل الفعل هنا react وresponse الفعل هنا respond أو reply my mother upset when I told her I lost my mobile at school احنا عندنا upset خدت ايه بقى في اللي احنا قلناه قبل كده؟ got والناس كلها ماسكه القلم وعاوز تعمل كده بس مش عاوز تنطق حتى يعني ده المفروض كان واجب عاملنا هو مشتبهنا برضه ما ننطقش برضه براحتك. لما اقول جيت ابسيت جيت ممكن اجيب مكانها ايه؟ بيكام او فيرب تو بي يعني ايه؟ واز. ماي فاذر بليفز ذات ريليجن هاز انفلونس ان اور سوسايتي از ات هيلبس اس تو امبلانت مورالز بوزيتيف انفلونس بمعنى عاوزين نترجم بقى رقم ثلاثة دي. يعتقد والدي أن الدين له تأثير إيجابي على مجتمعنا لأنه يساعدنا أن كمل بقى. مورالز يعني أخلاق. مورالز يعني أخلاق. بتساوي مانرز. طب عندكم بقى بلانت ولا إمبلانت؟ إمبلانت يعني يغرس. بس الغرس المعنوي يساعدنا ان نغرس الاخلاق او في غرس الاخلاق غرس يعني زي تربيه كده يبقى مورالز بتساوي مانرز. Some distant villages بعض البلاد القرى البعيده in Africa lack services such as water يعني ينقصها الخدمات من ايه؟ الاساسيه بيزك الاجابه كلها اللي المفروض انتم مسمعينها الناس اللي مش عاوز تنطق دي بيزك بتساوي مين او فايتال او اسينشال او نيسيسري. محمد انجرلي بغضب when he read the letter that the office sent him.
كراون. مين فاكر كراون؟ كراون نمبر سي معناه يعبس او يكشف يعني. It took the company a week to reply يعني اخذ منها اسبوع كده to my letter. reply دي عكسها accept ولا request ولا offer ولا answer. طيب انا عندي reply بمعنى رد يبقى طلب، يبقى ناخد بقى request طلب يعني. we all about our children and hate to see them hurt in the way. care about مشغول بيه او مهتم بيه. the young couple gave each other some at Christmas. ادوا بعضهم ايه بقى في عيد الميلاد؟ gifts هدايا. عشان كلمة present تمشي ما جابهاش في اختراق. gift هدية تغير من كلمة ايه؟ present ما جابهاش في اختراق تاني. many people don't buy newspapers anymore. ما بيشتروش كده جرائد at they read them online. يعني بيقراها كده online. طبعا الاخير كلمة اونلاين ممكن تيجي في الجملة صفة وظرف. هي اونلاين زي ما هي صفة وايه؟ يعني لو انت مثلا اونلاين شوبينج يبقى ده يعتبر صفة. اونلاين تصف ايه؟ شوبينج. الجملة دي بقى اونلاين تصف ايه؟ ريد. يبقى دي ظرف. دي ظرف لان تصف فعل. يمكنهم ان يقرأوا المجلات دي او الجرائد على الانترنت. The postman bought or brought and some letters for you. اشترى لك ايه بقى؟ او جاب لك بوست مان يعني ايه؟ ساعة البريد. جاب لك letters يعني خطابات وجاب لك معاهم ايه؟ ايه اللي يمشي مع الخطابات وساعة البريد جايبه؟ سيل. سيل يعني بيع. بارس طرد. طرد بريدي. ايكون سيل انفنشن ده كلها مستبعدة. بارس يعني طرد بريدي. انا ما بقولوش حصل جت سيناي اسبارتا اند بارسل. ملناش. المهم بارت وبارسل يعني جزء لا يتجزا. بارت اند بارسل. اي سيلينج ماي كار ات واز ذا ويرست ديسيجن اي هاف ايفر ميد. يعني ورست ديسيجن؟ اسوء قرار. يبقى انا ايه؟ ريجريت. اي ريجريت سيلينج ماي كار. It said that dolphins use sound. بيقول لك يقال ان الدولفينز بيستخدم ساوند ايه؟ تو وذ اتش اذر. كوميونيكيت. طبعا كونكت كونتاكت مش عارف ازودها. لما تيجي صفر يبقى كوميونيكيت وذ. All staff members are expected to attend the next important about the company's future. Meeting. Meeting اجتماع. اول كلمه كونفرنس. مؤتمر. وطبعا ده كل اعضاء او هيئه الهيئه اللي موجوده في الشركه وانترفيوهم قبلها. وطبعا ابوينتمنت موعد. يو شود فور ذا جوب اوف ريسبشنست ابلاي فور ابلاي. ذا كاستمر كومبلين. ده بيقول لك الزبون ده اشتكى ان ايه؟ ذا ستور 6 ويكس تو اجو اند ريسيف ان اوردر يت. didn't receive اوردر يت او his اوردر. مثل نمبر ايه؟ يراسل ده الماضي. سيكستين. ساراز مذر ورند هير. بمعنى ايه ورند؟ ناخد ايه؟ نوت تو تاتش. يعني اوفر هنا عن الفرن. ما تلمس الفرن كده لانه ايه؟ ساخن. كان بتقول لها دونت ايه؟ تاتش. اي ماي كار ان انا باركينج اي هاد تو بي ا فاين. شريط ده باركت نمبر ايه؟ المفروض ما كنتش ركنت. والدليل انه يدفع ايه؟ غرامه. هي هاز جوت 80% اونلي. جاب 80% بس. هي 90 اف ستادد. كود هاف جوت نمبر دي. كان ممكن حصل على 90% لو كان ذاكرك. The policeman instructed the people ادى تعليمات so fast. So fast يعني بسرعة جدا. يعني البوليسمان كان بيقول للناس كده طب قود بسرعة جدا ولا نوتو نوتو درايف. يعني كان البوليسمان بيقول للناس درايف ولا دونت درايف؟ دونت درايف سو فاست عشان المنطق يعني. I got up late this morning. I up late last night.
شوري انت بستي حط دايره على رقم 20 ده بقى. شوري هاب ولا شوري انت هاب؟ كلمه ستي اب يسهر، هو نام بدري ولا صح؟ اللي انتوا فاهمينه يعني. بقول لك انا صحيت متاخر، المفروض ما كنتش ايه؟ اسهر لوقت متاخر، يبقى السهر هنا تم ولا ما تم؟ يبقى عاوز شوري، مش عاوز شوري. ممكن يعكس بقى، يقول لك should have gone to bed earlier. I phoned the plumber because I smell gas in the kitchen. كنت كنت ماضي، استطعت ان اشم كده ريحه الغاز كده في المطبخ يعني، يبقى كنت. حبيبه the book but she borrowed it from the library instead. ممكن تشتري كتاب بس جابته من المكتبه استعاره. ها could have bought، بنسميها في اللغه دي بقى Past possibility، إمكانية فين؟ The teacher warned the students، بيقول لك المدرس كده حذر الطلبة. ها؟ Not to forget، نمبر سي. كان بيقول لهم don't forget to do your homework. Our neighbors down the tree in their garden، it was really a beautiful tree. كانت بص بيقول لك بيقول ايه بقى؟ بيقول لي تيز ولا توز؟ كانت شجرة جميلة، يبقى لم تكن بقى الوقت، ما عادتش. يبقى ايه اللي حصل؟ شوري انتهى في كات نمبر ايه؟ وانا قلت لكم لما نشوف شوري انتهى في تصريف ثالث يبقى التصريف ده تم. المفروض ما كانش قطع، ولكن يس. I had to walk home yesterday، اضطريت امشي كده على الاقدام يعني. I had no money for my fare، اخر كلمة قلتها جنبها فير، اجرة مواصلات. يبقى ناخد ايه يا اخوانا؟ could have lent، ما قلتش ليه يعني؟ I could have lent you the money، كنت ممكن سلفت في الاموال يعني. You speak French when you went to the university in Paris or did you learn later؟ هنا بتكلم على الماضي برضه. couldn't ولا could؟ could you speak؟ هل انت قدرت تتكلم فرنسي كده لما رحت الجامعه ولا انت في باريس ولا انت كنت متعلمها فيما بعد؟ طيب سؤال محتاج نقطتين يعني. I to buy a doctor. I want to see buy a doctor. حط رقم 27 كده دايرة. الجملة دي جت قبل كده ثالث ثانوي بس كانت اختياري. ما جتش اختيار نقطتين. جت على نقطة واحدة بس. خلاص؟ جت على النقطة الأولى يعني. معنى الجملة كده أنا نصحت ولا نصحت؟ طيب. ان انا باي ا دكتور مش كده؟ ينفع ان انا اقول تو سي ا دكتور تمشي، تو سي ا دكتور تمشي، بس لما اقول باي ايه؟ ا دكتور، يبقى ان انا هفحص انا بقى ماشي. يبقى ناخد ايه الاثنين ايه بقى؟ مجهول. النمبر بي واز ادفايز وبي سين ان تو بيوت ست. نصحت ان افحص بواسطه طبيب، معنى الاثنين مجهول. My cousin read and write when he was five. Could. لما يتداخل could مع was able to ما يجيبهمش في اختيارات. هنا ممكن اقول was able to تمشي برضه، بس هو بيتكلم على حاجه جنرال يعني. His health condition يعني بقول الحاله الصحيه got worse and worse. هي a doctor earlier. قلناها على السبوره اللي فاتت. اوضته هاف سي. اوضته نمبر ايه؟ دي. طبعا اوضته اللي هي ايه؟ شوز. Auto accident. The boys left school before the end of the day. They were punished. هما تم عقابهم، يبقى المفروض هما ايه؟ ما كانوش سابوا المدرسة بدري. ناخد شو الانتهاء؟ شو الانتهاء ليه؟ انا هقرا معاكم بس الكلمات دي، الكلمات بس عشان تتسمع يعني، قراءة الكلمات بس. هنا بقول اني مور، اكتبوا جنبها كده، خدوا منها سهم في الاول، تصفق بناء اني مور، يعني لازم يبقى قدامها فعل منفي.
في انيمور وفي نومور، ايه الفرق بين الاثنين؟ انا بلاحظ كان في ناس كده بتاكل لبان في الحص، انا مانع الكلام ده من سنه اولى ثانوي. ممنوع لبان في الحص نهائي يعني. يعني الموضوع ده كده يعني بنمشي بقى شويه وشويه. انيمور قبلها ناب كلمه، طب نومور مثبت والاثنين ناب. بس القاعده بتقول ان اي تركيبه فيها اني تثبت بنور. اي تركيبه فيها نو تثبت باثبات والاثنين يعتبروا ناب. بلوك بوست طبعا ده منشور كده بلوك بوست تشيك سايت. سايت بالاس ولا بالسي؟ ينوه او ايه؟ يذكر او يذكر. سايت امال بالسايت بالاس؟ موقع. وفي ويب سايت موقع. ممكن موقع مثلا سياحي، موقع مباني، او موقع على الانترنت ويب سايت. سايت لها معنى تاني. السايت اللي عندكم دي يتلو يعني يقرا، يتلو قران مثلا. في ريسايت كده السايتيشن هي التلاوه. كونكلوجن طبعا لما اجي اختم مقال اقول ايه؟ ايه كونكلوجن او تو ايه؟ كونكلود او تو سم اب مش او فاينلي ماشي ان شورت. ديبيت مناظره. ديبيت مناظره يعني فيها اراء كونتراديكتنج يعني متناقضه. دي بنسميها في اللغه اورجنايزد ديسكشن، مناقشه لكن منظمه. ديبيت يبقى فيها وجهات نظر مختلفه يعني. بس اجري فايندنجز اكتشافات تبقى جنبها كده نتائج، لا معنى تاني نتائج. يعني لما اقول مثلا ترجمه ريسيرش فايندنجز نتائج البحث زي ريزلتس كده. فريكوينتلي بشكل متكرر. ساعات بترجم باللغه العربيه كده مرارا وتكرارا. فريكوينتلي. جراند بيرنتس هيد لاين ايمج يعني صوره، ممكن صوره عاديه زي مثلا فوتو وتنفع الصوره المعنويه. يعني ايه صوره معنويه بقى؟ هو اعتذر عشان يحسن صورته. اقول هي he had apologized to improve his photo picture painting ولا image. ده صوره، صوره تنفع صوره ماديه او صوره معنويه ماشي. كي رئيسي تنفع مفتاح. مودر بارتنر شريك او رفيق كده. بريفكس. بريفكس يعني ايه؟ امال سافكس؟ لاحظ البدايه اللي بندخل على الكلمه زي مثلا بولايت ان بولايت، هابي ان هابي. اللاحقة بتدخل في الاخر خالص زي مثلا جبر لجبر من من يبقى دي لاحقة سفكس. بروسيجر اجراء بتساوي ميجر. بروبر طبعا ممكن تساوي سيوتبل. ريسيف سيكشن يعني بقى قسم، قسم منفصل ملوش علاقة بالجزء الاول ولا الثاني بتاعه. يعني بقول مثلا الجزء الثالث يبقى ملوش علاقة بالجزء الايه؟ الثاني ولا الرابع سيكشن. امال ديبارتمنت جزء منفصل من هيكل. يعني عندي مثلا الجامعة كلها اقسام، دي اقسام مشتركه. انجلش ديبارتمنت يعني قسم لغه انجليزيه. عربيك ديبارتمنت اللي هو اللي هي العربيه دي جامعه واحده. يعني بقسمها حاجات قريبه من بعضها. امال سيكشن يعني بقى جزء بيكون ديفرنت يعني ايه؟ مختلف. خلاص؟ يعني انتوا انتوا بتلاحظوا كده الامتحانات الالكترونيه كده فيها ديبارتمنتس ولا سيكشنز؟ سيكشنز. انا هاخد دلوقتي فوكاب جرامر اروح لايه بقى؟ ترانسليشن. مش علاقه بينهم. مش بقول لك كده جو تو سيكشن 2 لو انتوا بتقراوا يعني سيكشن ولا ديبارتمنت؟ سيكشن. يبقى في فرق. سيكشن حاجه منفصله عن اللي قبلها واللي بعدها. ولكن ديبارتمنت حاجه متصله بقى متعلقه ولا. طيب سب سب هيرنج. سب هيرنج عنوان ايه بقى؟ سوسايتي مجتمع. فاكرين سوسايتي كوميونتي؟ مجتمع وجه عام سوسايتي فئه من المجتمع كوميونتي. طيب سب هيرنجز. هيدنج يعني عنوان. دايما كلمة سب اس يو بي تدينا فرعي. يعني لما اقول مثلا مين كاركتر ثلاثية، طب سب كاركتر فرعي او ثانوي ماينور يعني نوت امبورتنت. نفس الكلام هنا بقول سب هيدنج عنوان ايه بقى؟ فرعي. فرع يعني تحت شوية، تحت الأساس. حتى جاي جاي في اللغة عندنا سب زيرو. سب زيرو تمبريتشر. تحت الصفر. صب يعني اندر. وجاي منها صب مارين. غواص. فوق فوق الميه ولا تحت الميه؟ صب يعني تحت او اقل او ادنى المعنى بتاعها يعني. صب زيرو. صب مارين. صب كاركتر. صفكس. لاحقا بقى خدنا كلمتين عكس بعض النهارده. بريفكس وايه؟ صفكس. ديسورس. نطقها كده. ديسورس موسوعه
مفردات دي سورس يعني مفردات كلها كلمه عكسها دي سورس تيبس نصائح او بقشيش ان كمفورتبل ايج عصر او ايه او عمر ام النقطه اللي جايه دي بقى انجلز ماشي اللي هو قبائل ايه الانجل الكومنت تعليق وتنفع يعلق كومنت كومبير جريك هليكوبتر طياره مرمحيه ساعات ترجم الطياره العموديه هوبي انترست لاتين اللغه اللاتينيه ممبر عضو او فار هم الاورجن يس دار في القوي او ذو نفوذ من دار ريكوجنايزبل يمكن تمييزه من الفعل بتاعها ايه؟ ريكوجنايز اقول مثلا القريه لا يمكن التعرف عليها اختلفت يعني اقول اور فيليج هاز بيكام ان ريكوجنايزبل يعني ايه بقى ان ريكوجنايزبل؟ لا يمكن التعرف عليها عكس الكلمه دي ريكورد ريمين ريبورت ريزالت نتيجه ريوز يعني استخدام بتساوي سايكل رومانس راشن ساكسونز كل دي قبائل كانت في انجلترا في الاول يعني سايت شايفين بقى سايت بالاس ولا بالسي؟ عندكم كده بالاس موقع ممكن بيلدينج سايت موقع بناء واحد بيبني مثلا بيلدينج سايت او اقول اركيولوجيكال سايت موقع اثري او اقول ويب سايت موقع نت بالاس ولا بالسي اللي عندكم دي؟ طب سي بقى سي اي تي اي ينوه يذكر يتلو سوشيال ميديا سامرايز يلخص سيرفي دراسه او تقييم بتاخد ايه الكلمه دي؟ دو وكاري اوت دو كاري اوت وكونداكت تمشي دو كاري اوت كونداكت يعني يجري دراسه او تقييم تايتل عنوان بس لا معنى واحد بس تايتل لقب او مسمى وظيفي ثلاثه لما اقول يلقب بقى كفعل هحط بقى اقول ايه ان تايتل يلقب ايه ان قبل الاسم او الصفه بيدينا الفعل يعني لو مثلا ام كلثوم واز ان تايتل ذا بلانيت اوف ذا اير ذا ايست اقولها تاني ام كلثوم واز ان تايتل ذا بلانيت اوف ذا ايست لقبت ام كلثوم بلقب كوكب الشرق ان تايتل احط في الاول ايه ان يبقى فعل خلاص فايكنز او فايكنجز اللي هم قبائل او غزاة ايه الشمال الفايكنج برضو مش هناخد حاجه تاني النهارده يعني الجزء ده كله واجب بقى هقول تاني الحاجات اللي احنا قلناها على السبوره من شويه كده الناس فاقي الوقت ساعتها ايوه الحمد لله انا بقول كده تو هوم ات ماي كونسيرن لمن يهم الامر يعني الامر هنا بيهم ثلاثه اربعه بس بنقول لهم احنا بقى ان الكام وال 200 وشويه دول اسئله ما حبيتش امبارح اعمل امتحان جديد لان ما كنتش هاخد كل ده فانا قلت بدل ما يبقوا مثلا 30 او 40 كنت نسيت اصلا بقى امتحان ثالث سنه بينهم 30 او 40 جمله نخليهم كل الجمل بي دي اف ده كتاب مش انا اللي عامله كتاب منزله اتس نوت ماي اون ورك يعني خلاص وكمان في الايه الحلول فمن هنا لغايه يوم الاثنين امتحاننا بنمتحن ولا لا؟ امتحنوا؟ لغايه يوم الاثنين الامتحان بتاعنا هنقرا كل يوم مثلا 30 40 جمله كده. حد فاهمني بقول ايه؟ انا فاكر بتكلم عربي دلوقتي مش انجليزي. بنقرا 30 40 جمله على يوم الاثنين نكون خلاص وبرده الملزمه بتاعت الايه؟ كينج لير والاسئله اللي كنت بعتها والاسئله الكتاب هو بيجي لنا هيجي لنا سؤالين ثلاثة يعني مش أكتر من كده، أربعة بالكتير. مش هنقرأ النهاردة مقالات عشان أنتوا يعني إيه مشغولين الوقت طبعاً. شكلاً بس، موضوعاً لا. شكلاً مشغولين. وخلوكم كده يا ولاد، تعالوا كده ما تردوش، اقعدوا كده على الكرسي. بصوا كده في الأرض أو على السبورة مش أي حاجة، خليكم بالوضع ده. الحصة الجاية نكمل الجزء دهون طبعا ما فيش امتحانات ولا حاجة بقى ده مكان الامتحان ماشي يا يعني احنا قلنا
خد يعني هنا المحتمل بس مش بالمعنى اللي احنا بتاع استطاع. خد استطاع كده شوف لنا الباب اهو. خد لنا معنى ثاني بقى من المحتمل. اقترح عليك انذر ميني. تعبير على بعضه كده كيف ممكن تتكلم المفروض اصلا ما كانتش جايه كده انت اكيد بس ما بقاش تنقل اللي انت بعت لي ما عادش تنقل من الشغل صور حتى كده بعت لي ولا انت فاكر انا بس كنت فاكر يعني بعت لي امبارح بس كده بجد والله انت بيقول لك لو جت ايه هي اصلا كده معاه ايه ده هو إيمج المعنى الأول يعني إيه يعمل صورة إيه معنوية يعني. هو كان يقول إن في صورة المرأة انتشرت عن طريق الخطأ على الموقع الإنترنت. دي كده ترجمة الجملة يعني. المواقع بتاخد إيمج أكتر من إيه من خطأ. المواقع بتاخد إيمج. رقم يعني احنا بنمشيها بالمعنى الاول. اه لو كده يبقى ويلز الجمله بتاعتك فين اللي مش هنا. كل سنة وانت طيب. علي كان معانا بس مشوار فسامحه المرة.